السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة المانحين عبر وقف المساعدات الأوروبية، اليوم نجتمع في هذا اللقاء الجميل لافتتاح بئر مياه والذي يحمل اسم المرحومة بإذن الله فوزية بيدرو دوبارلي. وهنا نترحم على روح المرحومة فوزية بيدرو، ونسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويجعل مثواها الجنة ولذويها الصحة والعافية، وإن شاء الله يجعله في ميزان حسناتهم جميعا، وأن يكون هذا العمل الخيري عبارة عن صدقة جارية عن روح المرحومة إلى يوم الدين، رحمة الله عليها وعلى من توفي من عائلتها رحمة واسعة. وهذا البئر الموقوف بواسطة المتبرع المحترم عن روح المرحوم تم إنشاؤه من أجل أن يستفيد منه العامة. قد تم تشييده في قرية سومالية سميت هنتي، وذاك في شبال الوسطى التي لم يكن لديها مصدر مياه نظيف، لكي يتمكنوا من أداء صلواتهم أو اهتمام بنظافتهم الشخصية أو يروي عطشهم. يقول الله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. صدق الله العظيم. أسأل الله أن يجعل الإخوة المانحين ممن قال فيهم رب العزة وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وأن يرضي عنهم وعن ذويهم في الدنيا والآخرة، وأن يرزقهم الجنة هم وآباءهم وذرياتهم، إنه جدير بذلك والقادر عليه. وكما كان إخوانهم في حاجة إليهم لإنقاذهم من الجوع والعطش، أسأل الله تعالى ألا يجعلهم محتاجين إلا الله، وأن يتقبل الله دعاءهم ويشفي مرضاهم ويعطيهم ما يتمنونه وما يرجونه.